للمزيد من المتابعه ادعوكم للترحيب معي بضيفتنا الكريمه التي تنضم الينا عبر سكايب من رام الله بالضفه الغربيه المحتله دكتور تمارا حداد الباحثه السياسيه. اهلا بك دكتوره. اسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمه. أتمنى حضرتك تكوني سمعاني لكن أنا للأسف لا أسمعك بوضوح. إلى حين وصول صوت حضرتك لي بشكل أفضل مما هو عليه الآن، أحب في مثل هذه التغطيات أن أبدأ عادة ربما سؤال تقليدي سألته أكثر من مرة على الأقل على امتداد هذا اليوم، برأيك إذا كان هناك من أفكار يمكن أن نطرحها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة ولعلها تصل إلى من يهمه الأمر بعد أن ندخل في بعض الأمور التفصيلية الأخرى؟ تسمعني؟ نعم نعم تفضلي تفضلي أسمع. نعم، أولا قطاع غزة بالفعل الآن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وهذا الأمر طبعا بكل صراحة بحاجة أن يكون هناك وقفة حقيقية وبكل جدية، رغم هناك المواقف العربية المتقدمة في سياق بالتحديد الموقف الأردني والمصري كان من الأكثر المواقف المتقدمة في سياق ما حدث الآن في قطاع غزة، وبالتحديد الموقف المصري بالفعل كان دورا فعالا وحيويا من حيث استخدام كل الأدوات السياسية والدبلوماسية التي تساعد في سياق دعم القضية الفلسطينية. فيما يتعلق واقع قطاع غزة الآن نتيجة استمرار آلة القصف الجوي، فيما يتعلق أن الاحتلال الصهيوني ما زال يستخدم كل الأدوات حتى يهجر الشعب الفلسطيني، وعلى أرض الواقع بالفعل ما زال هناك بالفعل اشتباك ومن قبل المقاومة الفلسطينية حتى تتصدى لما يقوم به من تنفيذ المخططات الاحتلالية من قبل آلة القصف الجوي وآلة أيضا الإجرام بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا هذه المقاومة زالت هي صامدة من أجل أيضا ضحت كل تنفيذ الأهداف الأمنية والعسكرية المتمثلة في القضاء على المقاومة الفلسطينية وأيضا تهجير الفلسطيني. الهدف الأساسي ليس فقط هو المقاومة الفلسطينية، الهدف الأساسي هو تفريغ المواطن الفلسطيني والقضاء على الشعب الفلسطيني. هدفه الشعب الفلسطيني، هدفه المدنيين، جل كل هذه المعارك التي تحدث يعني أهدافها كلها من الأطفال والنساء. فيما يتعلق أن كيف يستطيع أن يكون هناك إنقاذ، بالفعل القمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية هذه القمة يجب أن تخرج بالفعل ببيان مشترك قوي وفعال، وأن تكون هذا البيان كورقة ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية التي هي ترعى هذه الحرب من أجل أن تضغط على واقع الاحتلال الصهيوني بوقف هذه الآلة الإجرامية وأيضا وقف إطلاق النار الذي يحدث بشكل يومي وأيضا متصاعد، ليس فقط أن تحدث هذه الآلة الإجرامية بشكل بسيط وإنما هذه الآلة الإجرامية تسعى إلى تهجير. حضرتك تعولينا بشكل أو بآخر على موقف عربي لعله يحرك ساكنا في هذه الأزمة. الآن إسرائيل تتباهى حسب زعمها أنها نجحت في شطر القطاع إلى نصفين، إذا صحت هذه المزاعم برأيك لأي مدى يمكن أن تؤثر على عمليات المقاومة التي تنطلق من قطاع غزة؟ صحيح حتى هذه اللحظة تبدو المقاومة الفلسطينية قادرة على إدارة المشهد بشكل أو بآخر رغم كل ما تعانيه، لكن إذا صحت هذه المزاعم الإسرائيلية في شطر القطاع إلى نصفين، ما دلالات ذلك برأيك ميدانيا؟ إذا تحدثنا بكل واقعية، أولا دولة الاحتلال الصهيوني الآن بالفعل تقوم بواقع فصل المناطق عن المناطق الوسطى وأيضا الجنوبية في قطاع غزة، وباعتقادي هذه المؤامرة التي حصلت على قطاع غزة هو من أجل تنفيذ أكثر من خطة، وهي عملية أن يكون هناك بالفعل إنشاء مناطق عازلة وآمنة بالنسبة لدولة الاحتلال الصهيوني. على أرض الواقع هو يريد الاحتلال الصهيوني أن يفصل المناطق الشمالية عن الوسطى عن الجنوبية حتى يتسنى إطباق الحصار على المقاومة الفلسطينية، لكن حتى هذه اللحظة أن المقاومة زالت حتى هذه اللحظة تقاوم وتجابه بالعتاد التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية من خلال خروجها من الأنفاق العسكرية التي هي تعتبر التحدي الأساسي من لدولة الاحتلال الصهيوني. هم يعتبرون ويعلمون تماما أن هناك أكثر من تحدي في سياق هذه المعركة. أولى هذه التحديات أولا الأنفاق العسكرية المتواجدة في قطاع غزة، كون أن الأنفاق ليس فقط هي متواجدة في المحافظات الشمالية وإنما متواجدة بكثرة أيضا في المحافظات الجنوبية.
ناهيك أن هناك أيضا تحدي آخر وهو عملية ورقة الأسرى الإسرائيليون التي يعتبرونها في سياق أن هذا يعتبر تحدي آخر، أن حتى هذه اللحظة فشل نتنياهو في عملية تنفيذ أهداف الأمنية والعسكرية وأيضا السياسية، وأيضا فشل على سياق حتى خروج يعني فك المحتجزين أو الأسرى الرهائن الأسرى الإسرائيليون من قبل المقاومة الفلسطينية. لذلك نتنياهو نتيجة فشلها الآن في واقعه الحالي لذلك هو يستمر في هذه العملية، لأنه يعلم تماما أن إطالة هذه الحرب واستمرار هذه الحرب هو من أجل إبقائه على منصبه السياسي في الوقت الحالي. يعلم تماما عندما تنتهي هذه الحرب سوف يذهب بالفعل إلى محاكمات الفساد وأيضا القضايا التي تم محاكمته عليها. لذلك هو قلق الآن إما استمرارية هذه الحرب وتنفيذ الأهداف الأمنية والعسكرية عظيم المتمثلة في القضاء على حماس، أو أيضا تفريغ أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين وإنزالهم طيب. إلى من منطقة الشمالية إلى الجنوبية. الآن الاحتلال الصهيوني قام بفتح ممر حتى يتم تفريغ حتى ما تم بقية المواطنين الفلسطينيين من أجل انزياحهم عبر هذا الممر إلى المناطق الجنوب. لكن باعتقادي أن الواقع الذي يحدث الآن بوجود المقاومة، وجود التحدي الأنفاق، وجود أيضا الأسرى الإسرائيليون الذين بحوزة المقاومة، ناهيك أن هناك يمتلك المقاومة الفلسطينية الأرشيف. هذا الأرشيف الذي يعتبر يعني بالفعل تحدي بالنسبة لدولة الاحتلال الصهيوني، كان تم أخذ هذا الأرشيف من قبل المستوطنات أثناء اقتحام المقاومة الفلسطينية هذه المستوطنات من غلاف قطاع غزة. وهذا اعتقادي أن هناك أمور متغيرة وأيضا تتصاعد. أعتذر للمقاطعة فقط بإيجاز، إذا كان لحضرتك يعني أن تعكسي لنا بشكل موجز وفي نقاط محددة الحالة المزاجية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كون حضرتك موجودة في هذه المنطقة وتفاعلهم مع هذا الأمر، وأيضا في نقاط رئيسة أو عناوين رئيسة للداخل الإسرائيلي كما ترصدينها الآن. أولا الضفة الغربية الآن هي على قوة بركان هادئ وقد ينفجر في أي لحظة. هناك مسيرات تظاهرات يعني غضب في الضفة الغربية، والاحتلال الإسرائيلي أيضا يستمر في انتهاكاته واقتحاماته في الضفة الغربية. هناك عدد كبير أصبح عدد الشهداء حتى هذه اللحظة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر أصبح قرابة 145 شهيد فلسطيني، ناهيك عن الجرحى قرابة 1500 جريح فلسطيني. هناك انتهاكات من قبل المستوطنين. دولة الاحتلال الصهيونية يتم إعطاء السلاح الفردي أيضا للمستوطنين من أجل ترهيب وتركيع وتخويف الشعب الفلسطيني، لكن هناك أيضا في نقاط اشتباك تتواجد في سياق بقاع من المخيمات سواء كانت منطقة جنين أو منطقة أريحة أو طول كرم أو قلقيلية. هناك بالفعل نقاط اشتباك بين المواطن الفلسطيني وأيضا دولة الجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن هناك أيضا تخوف كبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتحول هذه الاشتباكات إلى اشتباك مسلح فعلي على أرض الواقع. لذلك الكابينة الإسرائيلي وضع يوم أمس خطة الوعاء للانقلاب في الضفة الغربية، يقلقون بأن يكون هناك عنصر مفاجئ ومباغت من الأجهزة الأمنية الفلسطينية. لذلك حضروا هذه الخطة بعدم الاعتماد على خيار ورقة التنسيق الأمني، أصبح الآن هم يعتمدون على ذاتهم، بمعنى أن الاحتلال الصهيوني يدخل إلى الضفة الغربية للاعتقال والاقتحامات والاغتيالات. هذا إشارة أنهم لا يعتمدون على السلطة الوطنية في الفلسطينية فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، لذلك يحضرون خطة الانقلاب الوعاء في الضفة الغربية. هذا ما تم إشارة إليها وتسميتها. هذا إشارة أن الضفة الغربية في أي وقت سوف تتحول إلى انتفاضة، نظرا أن الانتهاكات التي تحدث الآن قبل الاحتلال هي غير أصبحت يعني بالفعل أصبحت يستخدمون لغة التصعيد من خلال لغة السلاح الفردي من قبل المستوطنين. فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي الآن هناك في انتفاضة وتظاهرات وفعاليات ضد نتنياهو. أصبح الشارع الإسرائيلي الآن من خلال أهالي الأسرى الإسرائيليون بدأوا الآن بالفعل يتظاهرون ضد نتنياهو ويطالبون نتنياهو بالتنحي من منصبه السياسي، وتم الإشارة لأكثر من نقطة. ومن خلال استطلاعات الرأي أصبح أن 76 من الشارع الإسرائيلي لا يريدون نتنياهو نتيجة فشله الاستخباراتي والأمني والعسكري في هذه المعركة، وفشله حتى في إخراج وفك الرهائن الأسرى الإسرائيليون. وحتى على مستوى أصبح الشارع الإسرائيلي يعلم تماما
أن من يقوم نتنياهو هذه الأفعال ومعركة على قطاع غزة هو من أجل إنقاذ نفسه قبل إنقاذ الأمن القومي الإسرائيلي. أشكرك دكتورة على وعد بتواصل آخر لاحقا إن شاء الله. دكتور تمارا حداد الباحثة السياسية متحدثة إلينا عبر سكايب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك.